فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: الطفل الذي يرش من بوله، هل هو الذي يستطيع أكل الطعام أم الذي يعتمد على الطعام؟ الذي يعيش على الطعام ولا يحتاج إلى اللبن، هذا هو الذي يأكل الطعام. نعم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.